أشكرك. Excellencies, Minister of Foreign Affairs, Minister وزراء الخارجية, رؤساء الوفود, الحضور الكرام, هنا أنا آتي برسالة السلام والحياة والتعاضد والدعم التضامن من رئيس كولومبيا كوستافو بيترو. ونحن ممتنون جدا لجلالة الملك عبد الله الثاني ولفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية, وإلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتنظيم مثل هذا الاجتماع وهذا المؤتمر المهم اليوم. نحن هنا لنستوضح الأمور التي تتعلق بواقعية المأساة في غزة وإلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل أو عبر المجتمع الدولي. الشعب الفلسطيني اليوم يواجه الإبادة, يجب علينا أن نقول ذلك بشجاعة, وإن العالم غير متزن وأن الصراعات والصراع تفاقم إلى أعلى مستوياته. كل ذلك طبعا يأتي من خلال المشاكل والعوائق والظروف الصعبة التي تواجه المنظمات الإنسانية في غزة. المعاناة الإنسانية غير مقبولة وتتطلب تضافر للجهود الدولية لإنهاء هذه المأساة. كولومبيا تتصرف, ولكن علينا أن نتصرف وأن نستجيب بطريقة أكبر. كولومبيا مع عدد كبير من الدول في المنطقة والعالم قد قامت بجهود كبيرة أو قدمت جهود كبيرة من أجل الدعم لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني, وهذا طبعا أساسي. نحن قدمنا دعما منقطع النظير ونطلب إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والسماح بتقديم الخدمات الإنسانية دون عوائق. وكولومبيا أيضا شجعت جنوب أفريقيا على رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ما يسمى بالإبادة. ونحن أيضا نعبر عن دعمنا للسيد كريم خان في استصدار أمر اعتقال لأربعة من قادة إسرائيل وحماس الذين قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كولومبيا قد قامت بوقف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تعبيرا عن رفضنا لهذه الإجراءات وإلى الخروقات التي تتعلق بالقانون الدولي من قبل إسرائيل, لأن هذا الشيء يحصل للعالم أجمع, وعلينا أن نلتزم بالقانون الدولي جميعنا وأن نلتزم بالحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان أيضا. البارحة قام مجلس الأمن بتبني قرار مهم جدا تم ذكره آنفا, وهو القرار الذي أتى ضمن مقترح أمريكي, ونحن ندعمه ونطلب من كافة الدول بدعم هذا القرار. هذا القرار يسير بطريق صحيح وباتجاه صحيح ومهم في هذه الآونة. كولومبيا أيضا, وكما تم ذكره سابقا, تدعم غير مسبق للمنظمات التي تعمل في فلسطين والمتمثلة بالأونروا, وقمنا بتمويل أيضا هذه المنظمة. ونستذكر أيضا بأن الكثير من العاملين في هذه المنظمة قد
قتلوا في فلسطين وفي غزة وما زالوا يريدون تقديم خدماتهم الإنسانية، وتلك الخدمات التي يستفيد منها بالأغلبية الأطفال والنساء. وندعو أيضا باسم الحكومة الكولومبية جميع النظراء هنا لتقديم الدعم، وهذا يتمثل بواجبنا القانوني والأخلاقي والإنساني، وأن نلتزم وأن نحاول أن نجد أو نستجد عالما فيه المساواة والاحترام. ما يحصل في غزة غير مقبول نهائيا، ومن واجبنا في هذه المرحلة أن نقوم بكل ما هو ضروري لحماية الحياة والطموح، وأن نمنع المعاناة الإنسانية هناك. شكرا جزيلا. شكرا صاحب السعادة.